فنقول بالرغم من الاختلاف لكن يوجد جهة اشتراك، يشتركون في الهدف والغاية والغرض الشيطاني الذي يراد تحقيقه. فيشتركون هؤلاء أهل الضلالة جماعة أبي الخطاب وأصحاب أبي الخطاب ومن سار في هذا النهج، فيشتركون في إباحة كل المحرمات والمنكرات بدعوى أن الغاية من الأوامر والنواهي إذا تحققت فلا داعي بعدها. كيف يبررون هذا؟ ما هي فلسفة هذا العمل؟ بدعوى أن الغاية من الأوامر والنواهي إذا تحققت، يعني يوجد أوامر ويوجد نواهي، يوجد تعليمات، يوجد أحكام شرعية، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحكام من أجل أحكام والامتثال من أجل الرقي بالإنسان، يوجد غاية يراد تحقيقها من هذا النظام التشريع الذي حصل. ما هي الغاية؟ أن يرتقي بالإنسان. إذا تحققت الغاية فهل نحتاج إلى هذه الوسائل؟ لا نحتاج، انتهى دور الوسيلة. فإذا تحققت الغاية تنتفي لنقل خصوصية الوسائل، وينتفي تأثير الوسائل، وتنتفي وساطة الوسائل. فيقولون نحن حققنا الغاية وتحققت الغاية فهذه الوسائل تنفى. كيف تحققت؟ يقولون عرفنا الحق حق اليقين، انكشف لنا اليقين، وكل العبادات وكل السلوكات وكل الأوامر والإرشادات تصل، تريد أن تصل بك إلى مرحلة اليقين، تعبد الله حتى يأتيك اليقين. فعندما يأتيك اليقين ينتهي دور هذا العبادة والسلوك العملي في العبادة، فيكون كل شيء لك مباح. إذن يشتركون في إباحة كل المحرمات والمنكرات بدعوى أن الغاية من الأوامر والنواهي إذا تحققت فلا داعي بعدها للأوامر وامتثال الأوامر، ولا داعي للنواهي والانتهاء عنها. فيقولون إن الحق رجل، وإن الصلاة رجل، وإن الصيام رجل، وهكذا باقي العبادات مقدمة أخرى. ومعرفة ذلك الرجل وحب ذلك الرجل ومعرفة ذلك الرجل وحبه والولاء له هو الحق، والولاء للحق واتباع الحق، وهو معرفة للحق حق المعرفة ويقين به، ومعرفة ويقين بالصلاة والصيام والحج والزكاة ولكل العبادات مقدمة أخرى. فيزعمون أن هذه المعرفة واليقين المنكشف يمثل الغرض والغاية وقد تحققت. فإذا حصل اليقين وتحقق الغرض والغاية فلا داعي إذن للأفعال والممارسات العبادية، هذه أيضا مقدمة. فإذا حصل اليقين وتحقق الغرض والغاية فلا داعي إذن للأفعال والممارسات العبادية، فلا داعي للإطاعة وامتثال الأوامر مقدمة أخرى. وكذلك الباطل والمنكرات والفواحش والمحرمات أيضا هي رجل، وإن معرفة هذا الرجل وبغضه، إن معرفة هذا الرجل وبغضه والتبرئة منه وتركه والابتعاد عنه هي معرفة ويقين هنا بالباطل، وتشخيص له وتطبيق للانتهاء عن المنكرات والفواحش والامتناع عنها والبغض لها، وهو بغض لشرب الخمر والكذب، بغض وبغض للكذب والسرقة والزنا واللواط وغيرها من منكرات وفواحش، وهو انتهاء وامتناع عنها وترك لها. فإذا فعلنا هذه، هذا الفعل على نحو المجازية ما دام الغرض قد تحقق، أو دور هذه الأفعال والسلوكيات قد انتهى ما دام قد تحقق الغرض، ويعتبرون تلك المعرفة واليقين الغرض والغاية، معرفة واليقين هو الغرض والغاية وقد تحقق، مقدمة أخيرة أو نتيجة. وإذا تحقق الغرض والغاية فلا داعي للنواهي والانتهاء عن المنكرات والمحرمات كما هنا كان. إذا تحقق الغرض والنتيجة بالنسبة للأوامر فلا داعي للأوامر والامتثال للأوامر. ويشهد لهذا الاشتراك في الطرح ولهذه الفلسفة
للانحراف أو الفلسفة الشيطانية في الانحراف. ويشهد لذلك نذكر الرواية الخامسة، وفي الرواية الخامسة في معجم الخوي الجزء 15 روى الصدوق قدس سره بسند أو بسنده الصحيح الكلام نصنا أمضاه السيد الأستاذ السيستاني. يقول روى الصدوق قدس سره بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له أن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له، أبو الخطاب يقول، أبو الخطاب يكذب، أنك قلت له إذا عرفت الحق فأعمل ما شئت. من ينقل؟ أبو الخطاب ينقل عن الإمام سلام الله عليه. فقال عليه السلام لعن الله أبو الخطاب، والله ما قلت له هكذا. انتهت الرواية، نقلناها هناك، وإذا موجودة في معاني كما يذكر السيد الخوي معاني الأخبار باب 430 وفي نوادر المعاني الحديث 26. شاهد آخر أيضا رواية سادسة من الطائفة الثانية الرواية الأولى أين في معجم رجال الحديث لسيد الخوي. يقول قيل له أي قيل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال عليه السلام ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. كيف أنه الله سبحانه وتعالى يخاطب القوم بغير لغتهم، بغير ما يعرف بينهم، بغير ما يفهمون، وهذه القول بأن هذه عبارة عن رجال هذا خلاف ما يفهم، خلاف قوانين المحاورة والإفهام والتفهيم والإلقاء والتلقي. فينفي الإمام سلام الله عليه هذه القضية، يعني بمعنى أنه يعني قد بالغ في النفي، يعني بدلا أن يقول لم أقل هذا الشيء، معنى يقول له ليس من العقل أن تطرح مثل هذه القضية، ليس من العقل أن يحكي الإنسان مع شخص آخر لا يفهم هذا المعنى، لا يعقل أن لا يعقل من العاقل والمتحدث المتكلم والمرشد والحكيم أن يتحدث مع شخص والشخص المقابل لا يفهم ما يقال له. فينفي هذه القضية من الأساس ويبالغ في نفيها الإمام سلام الله عليه.